من مباراة المستقبل الرياضي بالقسين والترجي الرياضي التونسي، دائما التعادل السلبي تبع هذا الهجوم للترجي الرياضي التونسي، والتصويب والهدف الأول. الهدف الأول للترجي الرياضي التونسي في الدقيقة 48 في هذا الشوط الثاني، يعني 3 دقائق منذ انطلاق الفترة الثانية. الترجي الرياضي التونسي يتوصل إلى افتتاح النتيجة بواسطة اللاعب وجدي بوعزي، هدف مقابل صفر. هذا امامكم جماهير الترجي الرياضي التونسي، سوف نتاكد في انتظار طبعا الاعاده بالصور البطيئه. التوغل من وجدي بوعزي بالفعل على الجهه اليمنى في دفاع المستقبل الرياضي بالقصرين، ثم تصويبه قويه كما جات من اللاعب رقم 28 يوسف المساكني. يوسف المساكني يحقق الهدف الاول للترجي الرياضي التونسي في الدقيقه 48، يعني 3 دقائق. هذا امامكم يوسف المساكني، هدف مقابل صفر، وطبعا انطلاقه جديده لهذه المباراه. الصور البطيئه ومشكورين الزملاء الفنيين في الاعاده العمليه الاخيره اللي كانت وراء الهدف الاول في هذه المباراه، والهدف الاول كذلك للترجي الرياضي التونسي. وجدي بوعزي اللي كان في انطلاق العمليه، يوسف المساكني امامكم وكوتشينغ. زوز تغييرات، منحوا الترجي روح جديده وحركيه اكبر في وسط الميدان. وجدي بوعزي اصبح على الجهه اليمين من دفاع المستقبل، والدقيقه 49 جاءت بالجديد. هجوم معاكس، وجدي بوعزي يروق انيس بن عمر، يدخل منطقه 18 متر، تحضير ممتاز ليوسف المساكني اللي يسدد ويسجل الهدف الاول. يجيب